هذا مجموع فيه بعض البحوث المحكمة التي كتبها الدكتور الشيخ بدر بن محمد صالح بن عوض الأحمد حفظه الله تعالى من إصدارات دار الميمنة، إحياء الخلوات والجلوات بما روي في التكبير عقب الصلوات. طبعا ذكر فيه حديثين وخمسة آثار، وذكر في البداية أن هذه السنة التي هجرها بعض طلاب العلم وكثير من العوام، مع أنه ورد فيها حديث صحيحة وهي التكبير عقب الصلوات. ثم البحث الثاني التدوين لتخريج حديث الدواوين، وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدواوين ثلاثة، ثم خرج الحديث مع تبيين المبهم وتوضيح المشكل وغير ذلك. تيسير الغفور الودود بما روي في التهنئة بالمولود، خلص إلى أنه لا يصح حديثا لا يصح حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم في التهنئة بالمولود، وإنما هناك أثران للحسن البصري عن أيوب السختياني، وكذلك أثر آخر للحسن البصري. ثم الإخبار بما جاء في السنة من الأخبار أن المدينة قليلة الطعام والأمطار. وفي كل هذه البحوث ذكر الأحاديث والآثار مع تخريجها وأيضا عزوها إلى مصادرها، مع أيضا تبيين المشكل وتوضيح المبهم، وأيضا مع ترجمة الرواة، وأيضا مع عزو الآثار والحديث إلى مصادرها، وكذلك مع أيضا النتائج في آخر كل بحث والخاتمة، وأيضا ثبت المصادر التي يعني ذكرها في هذا الكتاب. فهذه بحوث قيمة كما ذكرت. وفي كل بحث ذكر أنه لم يجد مصنف صنف في هذا البحث، مع أيضا المشاركة في نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبحثها رواية ودراية كما في هذا الكتاب. جزاه الله خيرا وكتب الله أجره ونفع الله به.